اللاعب التاني بقى الوحيد كمان اللي توج من قبل باللقب ده مرتين، وليد سليمان. وليد سليمان اللي احنا النهارده بندعي له وبنتمنى له الشفاء يا رب هو وابنه. كسب برضه بطوله 2012 و2013، هما تقريبا الوحيد يا كابتن اللي كسب. صحيح، مظبوط. البطولتين دول ربنا يشفيه يا رب، هو طبعا وليد سريعا طبعا، وليد ويحتفل خبرة كبيرة مع زمايله. جدا. يا رب ان شاء الله يحتفل مع زمايله ومع الجماهير في ملعب التتش باللقب ان شاء الله باذنك يا رب. وليد سليمان طبعا لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين اهو بالتويته بتاعته دي، بالرغم من غيابه كان حريص جدا على انه يعني يحفز اللعيبه ويدي لهم دعم ويدي امل حتى للجماهير. يعني حتى بص، ولكن كلي وكل جماهير الاهلي ثقتنا فيكم بلا حدود، هو طبعا من اجل وليد نادينا. يعني هو يعني عمل تويته حلوه قوي يا سهام، وزي ما انت بتقولي كان ليه دور كبير جدا طبعاً جدا جدا طبعاً. يعني روحه الكبيره كمان بنأكد وليد سليمان اكيد هو طبعا خارج المباراه، لكن كمان بيقوم بدوره. يعني بيتكلم على الناس اللي عندها خبرات، مش بس خبراته داخل الملعب، لا خبراته خارج الملعب. ولحتى لو ما كانش موجود في الملعب النهارده وليد سليمان بيرسل رساله جميله جدا جدا، بتعرفنا قيمه النادي الاهلي وتعرفنا اولاده وتعرفنا قد ايه بنقول الانتماء، وكمان دور الناس الكبيره في الفرقه ازاي تتعامل مع هذه المواقف. يعني على الفيسبوك النهارده وليد كتب: اتعلمنا وتربينا على حقيقه ثابته، الاهلي بمن حضر. نعم، الاهلي ينتصر بروحه لا باسماء لاعبيه. كمان قال، وده كانت رساله لزملائه، بيقول: زملائي في الفريق قلبي معاكم، كنت اتمنى ان اكون بينكم مقاتلا من اجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمه، ولكن يعني كل جماهير النادي الاهلي ثقتنا فيكم بلا حدود. كمان قال: العبوا من اجل ناديكم، دعوا النسر الاحمر يحلق من جديد في سماء أفريقيا ويتجه نحو العالمية، وعسى أن تقرأه شيئا وهو خير لكم. هو ده الدور اللي كنا بنتكلم عليه، إذا كان وليد، إذا كان بنتكلم عن الناس الكبار، الشناوي، أيمن أشرف، بنتكلم على علي معلول، بنتكلم على عمرو السولية، بنتكلم على مروان محسن. هي دي الخبرات اللي موجودة، ولو كان وليد خارج الصورة على المستوى الفني، لكن وليد بنأكد لكم أنه داخل الصورة من الأجواء التحفيزية، من دوره كقائد للفريق طبعا. بيساند لعيبته، بيساند جهازه الفني بشكل كبير جدا، وكنا نتمنى اكيد ان وليد يكون موجود ولو حتى على صفوف البدلاء، لان بيكون ليه دور فني كبير جدا. لكن كل ده نغلفه ان شاء الله الاهلي بمن حضر. كل اللعيبه الموجوده ان شاء الله موجود على ارض ملعب بكره، هيكونوا رجاله، هيحققوا ان شاء الله باذن الله. اولا توفيق ربنا، ويكونوا موفقين ان شاء الله ان هم يحصلوا على هذه البطوله الكبيره يا رب يا رب. انا بس بمناسبه وليد سليمان، وربنا يا رب يشفيه من كورونا فيروس هو وسليم يا رب.